عسلامة بيسات، كيفكم؟ كما كنتوا تشوفوا مشيت نهز في الباكج متاعي لبسة من عند تيمو. تيمو كيما شي ان بالضبط، جوست فما شوي فروق، عرفتوا مثلا التوصيل بلاش، بديت ارخص شوي وجديد، عرفتوا هكا ديما نشوف لي زانونس في اليوتيوب وكل. يا اخي قلت راح نجربها، يا اخي حسيت هكا هما برشا حاجات محلاها بنجم نشريهم، وزيد التوصيل بلاش وفيهم برشا حاجات كيوت، عرفتوا خاطر يتصنعوا في الصين، عرفتوا كم كيما كل لبسه نتاع اليابانيات ولا الكوريات، عرفتوا كي تبدا فيهم ستيل هكا كيوت وفين وكل. المهم جايز، دونك حبيت نصور فلوج اليوم خاطر حسيت انه عندي برشا حاجات باش نعملها، دونك قلت خلينا نصور فلوج ونهزكم معايا. اول حاجه هزيت الباكج، تنمشي نعمل ماسك لشعري على خاطر تمسخ وما نحبش نوصل قبل ما نعملها ماسك، تنوريكم يعني الماسك اللي نعمله وتنقيس اللبسه نشوفها، بديت نوريكم اللبسه زاد اللي شريتها من تيمو قبل يعني. المهم وتنشري اللحم، برشا حد قالوا لي هكا يعني على اللحم الحليل هنا وقديش وكذا، دونك قلت هاي خنهزكم معايا يعني. شريت اكثريتهم كالسونات على خاطر ريت نوح كي نجي خارجه، يعني لازمني حاجه عرفتك سهله ولا مثلا مش نترينا بيهم ولا حاجه خاطر ما عنديش الحق. يو دي مخده، شريت مخده على خاطر المخده نتاعي مش سمحه، شريتها ملي حولت لهنا، ما جوست خاطر مازلت يعني عرفتوا مازلت ما استقريتش وكل، دونك شريت واحده عاديه يعني وجوست ارخص حاجه موجوده واحسن حاجه، احسن حاجه في الرخيص. باهي صغيره لما حنا فهمتش علاش صغار بخير، اما بون انا نحب وحده كاسحه. ايه عرفتوها كل تبدا فيها الفازة دي هكا ترتح الكرومة وكل، اي ثينك لازمها شوية وقت باش تتحل. باش هذا كالسون لا هذا تريكو، هذا تريكو، تريكو عرفتو اوفر سايز هذا باش نجم نلبسه مع الكالسون. اوكي ايش رايكم؟ اول مره قاعده نوريكم في لبستي يعني وحاجاتي. هذا ساتن تاع بيجاماوات، ريت كل ما نعمل دوموند في تيمو قلت انا نشريه بعد نقول لا فما حاجات ما اولى لا نسالش، يا اخي قلت خليني نشريه يعني الوانهم يهبلوا. ريتو هما ثلاثه كالسون ثلاثه شورتوات بركه اثنين، الوانهم تحفه ثلاثه ومعاهم خلاعي تحفه كيف كيف نفس الالوان، عجبوني على الاخر حق. كيف كيف يعني ما عنديش لي كودز ما شريتش لبسه كودز ملي نجحت الباك نشري يعني من الفري، يعني ما شريتش لبسه جديد كل مره لهي في حاجه باش نسافر باش نخرج اوراق او فيزا. باهي هذه روبا شريتها لنهار عيد ميلادي، لازمها تتحدد اي ثينك لي كيفاش هي من قدام. ريتو عرفتو فيه اللبسه نتاعهم فيها هكا دي ديتاي مش نورمال يعني سو كيوت سو هكا. اوكي لازمها تتحدد اما محلا لازمني نقيسهم. نظام الكالسونات شريت اللون هذا نوار يعني باهي مش سخون صافا، شريت اللون هذا فيرميليتير ظهري، شريت واحد اخر معرفش كل شريت واحد اخر باهي، وهذا لون هكا روز. يا ما ابرمو كلي صغار شوي بورتون تايم تاعي يعني. المهم جايز تنفكر شنو باش نعمل بالنسبه تنعمل ماسك تاو ونستنى ندوش ونخرج نقضي ولا العكس، اي ويل ابديت يو.
باهي جايز، ريتو من قبيله تشوفوا في شعري كي مفرس وحاجتك، لقيت متكيه وباخله وقلت زعما نمشي الاول نقضي بعد نجي نعمل ماسك وندوش، ولا نعمل ماسك وندوش وبعد نمشي نقضي. مي الدنيا قايله يعني مش قايله قايله، انا يعني سخونه فهمتوا يا اخي. قلت هيا خليني ساعه ناكل مقرونه، ديجا قاعده نغلي في الماء هنا وعندي صوص حاضره من المره اللي فاتت، قلت لكم كيفاش نطيب ماكله نتاع اسبوع. ومن بعد قلت نمشي نقضي ونروح نعمل ماسك في شعري ونطيب حاجات يعني نتاع 3 4 5 ايام، وباش عرفتوا باش كي ندوش نبدا نظيفه ومريقله يعني والماكله حاضره وكل. ذاتس ات، كملت قست اللبسه الحمد لله عجبتني ونكمل نتغدى. جيت للدار وشوفوا زهرة اش عاملة، هذا ورق عنب. شو تقولي يا بيو؟ على الزهرة مزود في الكوزينة وانا جيت نعمل ماسك في شعري وهي عجبها المزود مش نورمال. شوفوا هكا كي نمشت شعري مشط عادي هاوش ما يطيح منها.